بيئة العمل الحقلي في شركة الاستكشافات النفطية من الهيئات المهمة التي تعني بتنفيذ عمليات المسح الزلزالي لمعظم مناطق العراق، وتمتلك عدة تشكيلات تختلف حسب طبيعة عملها، كفرقة المسح العمودي التي تأسست عام 2008، حيث تم تجهيزها بخبرات بشرية ومعدات متطورة، وبدأت بتنفيذ عمليات المسح العمودي لعديد من الآبار النفطية لصالح شركات وطنية وعالمية. تشكلت فرقة مسح العمودي وبدأت عملياتها من 2010 في أول عملية في حقل جنبور 60، وبعدها تم التعاقد مع شركة بيكر هيوز وهي شركة أمريكية رصينة، وكانت عدة عمليات لغاية 2015، وانجزت لحد الآن أكثر من 21 عملية، وآخرها في بئر سويب 1 على حدود العراقية الإيرانية، ونحن الآن في موقع العمل في حقل سويب لإنجاز عملية زيرو أوفسيت ولونج أوفسيت حسب متطلبات العمل وحسب التارجت أو الأهداف المطلوبة. استلمنا البئر من شركة نفط الجنوب ولمدة يومين متكاملة في الساعة 9 مساء، واستمر العمل ليلتين ونهارين متكاملة وبدون توقف. تم تسليم البئر في بعد يومين في 5:30 صباحا إلى شركة نفط الجنوب، وتمت العملية بنجاح وإنجاز عمليتين متتالية هي عملية اللونج أوفسيت والزيرو أوفسيت. طبعا في بداية في عمل أي عملية وأي جوب هناك عملية يسموها ريجينج أب، وهو عملية إنزال المعدات في باطن البئر. هاي عملية شو تكون بها جهد ويحتاج لها إلى كادر، فهاي العملية أنه ربط المعدات ورفعها برج الحفر وبعدين انزالها بالتدريج الى داخل البئر. هاي العمليه تحتاج لانه السترينج، طول السترينج اللي نستخدمه احنا في انزال المعدات يكون يعني الطول مالته يتجاوز 150 متر، فعمليه تبدا عمليه تقطيع للسترينج قطعه قطعه الى ان ينزل بالبئر، وبعدين يتكامل نزول البئر وينزل الى في العمق النهائي لباطن البئر، وبعدين اثناء عمليه التسجيل يبدا يشتغل التولز، يعني يصعد من باطن البئر إلى قمة البئر. فرقة المسح العمودي طبعا عملها مشابه لعمل الفرق الزلزالية، لكن هناك بالفرق الزلزالية شغل يكون على السايسميك على السطح، أما هنا يكون داون هول بالآبار. وتستمر هيئة العمل الحقلي في شركة الاستكشافات النفطية بمختلف تشكيلاتها بتقديم أفضل الإنجازات لما تمتلكها إدارتها وملاكاتها من خبرات واسعة.